أبو سعاد، يا أبو سعاد. إيه جيت. ليش عم تعيطي؟ شو شايفتيني أطرش يعني؟ يلا الغدا جاهز. يا الله. لك شو هاد يا أم سعاد؟ شو قصتك أنت؟ خير شو في؟ إيه كمان اليوم برغو؟ شو بدي أطبق لك يعني؟ أوزي؟ ليش لا؟ ليش لحتى ما ناكل أوزي؟ مناكل أوزي بس يعني جيب مصاري لحتى أطبخ لك كل يوم أوزي. مصاري؟ خلاص خلاص. منيح البرغول، من شو بيشكي؟ نعمة كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو وين سعاد؟ بالوظيفة، ما بقى إلا تجي. ليش ما انتظرناها لكان؟ هي قالت تغدوا، لا تستنوني. ها؟ إجت سعاد. مرحبا. أهلين بابا. أهلين أمي، منيح اللي لحقتينا. يلا تقبريني عدة غدي. لا بس هي اسمها خيانة عظمى. يعني شلون بتبلشوا غدا قبل ما أوصل؟ ولا همك بابا، لسه ما بلشنا. يلا تفضلي قبل ما يبرد الأكل. يلا بابا. قريت جريدة اليوم بابا؟ لا والله معفن قلبي من الجرايد. بقى اتركي الجريدة وعدك لي. يلا بابا يلا. هلا اتركوا لي الأكل شوي واسمعوا لي هالخبر العظيم. لك أمي تغدي وبعدين بتقري لنا اللي بدك إياه. حتى لو كان الخبر المنشور عن بابا؟ نعم. عني أنا؟ يو، وشو جاب سيرة أبوكي للنص؟ شلون شو جابها للنص؟ ما جوزك من أهم المجاهدين اللي حاربوا ضد فرنسا. ذكريها لك بنتي ذكريها، حاكم أمك مو قايمتني من أرضي. هلا اسمعوا شو مكتوب. يبدأ قريبا المخرج نبيل الفاعسي بتصوير مسلسله الجديد محمد الشامي. محمد الشامي؟ يعني أنا؟ سامعة أم سعاد؟ سامعة طلع اسمي. ولك سامعة سامعة، خليها تكمل المخلوقة. كملي أمي. وهو يتحدث عن سيرة المجاهد محمد الشامي والذي كان له دور بارز في النضال ضد المستعمر الفرنسي، وحتى الآن لم يتحدد اسم الممثل الذي سيقوم بدور المجاهد الشامي. شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا بنتي. الحقيقة أنا مندهش، مندهش تماما. ليش بابا؟ يعني منيح يلي لسه في ناس عم تتذكر محمد الشامي. لأنه معلومك صرت مثل الإرمية القديمة. شو عم تحكي أنت بابا؟ ما أحلاهن ما يتذكروك. بابا أنت تاريخ وضروري هالأجيال الجديدة تتعرف عليك. طيب وأنا لك بنتي ما راح يحطوني بالمسلسل؟ طبعا أكيد بدهم يحطوك. يعني معقولة مرت المجاهد محمد الشامي ما يكون إلها دور أساسي بالمسلسل؟ طيب مو مكتوب اسم الممثلة اللي بدها تاخد دوري أنا؟ لا مو مكتوب لأنه ما حددوا الأدوار، بس بكرة بنعرف كل شيء. يا ريتهم يعطوا الدور لفاتن حمامة. فاتن حمامة بفرد مرة أمي؟ ليش عم تضحكي وليه؟ ولك أنا مرت مجاهد كبير أضرب وأطرح، وحدة مثلي لازم تاخد دورها ممثلة كبيرة مثل فاتن حمامة. بعدين تعي لقلي، يعني لو كانوا أذكياء كان المفروض يسموا المسلسل باسمي أنا مو باسم أبوكي. وليش بقى؟ يعني مثل فيلم زوجة رجل مهم وأبوكي رجل مهم وأنا مرته، يعني المفروض يكون اسم المسلسل زوجة المجاهد محمد الشامي. لك شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ شو جنيتي يعني؟ هذا اللي كان ناقص والله. أصلاً أنت شو عملتي فهميني؟ يعني لا رفعتي بارودة بوش فرنسا ولا هربتي على الجبال وتخبيتي هنيك ولا طلعتي بمظاهرة. ما اختلفنا على هالشي، بس نسيت مين كان ياخذ لك الزواده لما كنت متخبي بالجبل؟ اي والله والله لولاي كنت مت من الجوع وكان لزق قطك بظهرك. ما اختلفنا. ولا نسيت لما اندحشت الباروده بقلب الحاف وحطيته باليوك لما اجت الدوريه تفتش البيت؟ ما نسيت يا ام سعاد ما نسيت، بس هذا مو معناته انه يسموا المسلسل باسمك ام سعاد. اي لا سيدي، لازم يسموا المسلسل باسمي. لك شو انا حرف ناقص؟ ماما أرجوكي خلصنا بقى، يعني معقولة تتخانقوا من شان هيك شغلة؟ المسلسل تسمى وخلص والكلمة الزايدة ما لها فايدة. أخ يا سعاد، على الله يجيبوا أنطوني كوين ليمثل المسلسل. أنطوني كوين؟ ليش لا؟ سعرك سعر عمر المختار. صحيح بابا، بس أنطوني كوين مات. شو هالحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريت لحق يمثل لي هالدور قبل ما يتوفى.
مو مشكلة بابا، بسيطة، بيلاقوا غيره، ممثلين كتار. يا ترى مارلون براندو مات هو التاني ولا لساته عايش؟ كل اللي حكيتوه على عيني وراسي، بس امتى ممكن نبلش تصوير؟ يا استاذ مثل ما شرحت لك كل شيء صار جاهز، الاستاذ عاصم استكمل النص والانتاج جاهز واماكن التصوير تحددت، بقيان عقبة واحدة الممثل الرئيسي، مو هيك؟ بالضبط، لانه كل الادوار توزعت مع هذا الدور الرئيسي، ما عم لاقي ممثل يناسب هذا الدور. يا حبيبي اسمع استاذ عاصم، معقول هذا الحكي؟ يعني بين كل هالممثلين اللي عندنا ما عجبك حدا؟ يا استاذ مو قصة عجبني او ما عجبني، كل الممثلين بهالبلد على عيني وراسي، بس انا بصراحة عم فكر جيب ممثل بيشبهه لمحمد الشامي. شو رايك استاذ عاصم؟ بصراحة استاذ ممدوح انا ما بحب اتدخل بتوزيع الشخصيات، انا سلمتكم النص وخلصت مهمتي، بس انا شايف انه الاستاذ نبيل معه حق. طيب يا جماعه، حدا بيعرف شكل محمد الشامي الحقيقي؟ لحظه، يمكن معي صورته، ان شاء الله ما اكون نسيانه. بس عليك شرف استاذ. مين بيشبه يا ترى؟ استاذ عاصم ما في غيرك يخدمنا الخدمة، لأنه أكيد قابلت محمد الشامي وحطيت بذهنك الممثل اللي ممكن يشبهه. بالعكس، أنا بحياتي ما قابلته يا محمد الشامي. شو الحكي؟ لك شلون كتبت مسلسل عنه بدون ما تعرف عليه؟ ما لقيت في داعي أبدا، لأنه كل المعلومات اللي بدي إياها أخذتها من رابط المجاهدين. بعدين بصراحة أنا تقصدت هالشي، لأنه إذا بدي قابله وخليه يحكي عن حاله بيجوز يبالغ شوي. معك حق، بعدين في احتمال يكون خرفان ومو متذكر شيء. يا جماعة الله يخليكم، ايمونا من محمد الشامي وخلونا بممثل هلا، اليوم لازم نلاقي حل هالموضوع، ما عاد في وقت. استاذ نبيل، باعتبارك المخرج، سؤال فني لو سمحت. تفضل. يعني ضروري الممثل اللي بيلعب دور المجاهد محمد الشامي يكون نجم؟ لا طبعا مو ضروري، انا بيهمني يكون ممثل، ممثل وبس. طيب شو رايكم كمال الحفار؟ اعوذ بالله، ما بيمشي حاله ولا بشكل، بعدين صار مستهلك ومحروق كثير، ويمكن صار لعبان دور المجاهد ضد فرنسا بأكثر من 5 مسلسلات. طيب شو رأيك بعلاء رشيد؟ خطر ببالي استاذ، بس استبعدته، لأنه أخونا بالله كبران راسه ورافع مناخيره للسماء، على شو ما عم بعرف. بعدين بصراحة أنا ما بقدر أضبطه وقت الشغل، ولا شو رأيك استاذ عاصم؟ فعلا هالممثل انتزع من وقت ما أخذ دور الباشا بمسلسل طيني ويعطيني. بس يا جماعة لقيتها، شو رأيكم بسالم أبو ريشة؟ احسنت استاذ، هذا هو فظاعة، كيف كان غاير عن بالي. لا والشبه بينه وبين محمد الشامي كتير كبير. عفوا يا جماعة، مين هذا سالم ابو ريشة؟ ولو يا استاذ ولو، هذا اللي لعب دور المعقد نفسيا في مسلسل هجرة العناكب الى العناكب. لك هذا اللي لعب دور الحشاش بمسلسل سهرة بزريبة. عفوا كمان ما عرفته، شو بالظاهر الادوار اللي كان ياخدها صغيرة؟ ايه صغيرة استاذ صغيرة، هو بالحقيقة ممثل عادي ولهلا ما صار نجم، بس أنا بتصور إنه الفرصة اللي رح ياخدها هون هي فرصة عمره، ومن بعدها رح يصير نجم. إيه طبعاً، لأنه إذا مثل دور المجاهد محمد الشامي رح يرتفع للسماء. أصبح خلص أوكي، أعملوا اللي بتلاقوه مناسب وخبروني، أنا بستأذن. الله معك، مع السلامة. مع السلامة، إن شاء الله يكون رقمه مكتوب عندي. محمد الشامي؟ شبك وقفت؟ عود استاذ سالم. لا بس الواحد يعني سالم، بتصور انه هاي الفرصة هي فرصة عمرك، وهذا دور البطولة المطلقة، يعني عندك حوالي 500 مشهد. 500 مشهد؟ ارتاح استاذ سالم. صدقوني يا جماعة انا ما بصدق اللي عم بسمعه. يا سيدي لازم تصدق منشان تركز معنا ونجهز العقد. شو رأيك اعطيك نسخة عن المسلسل تقراها وتقرأ دورك فيها، بعدين نتفق على العقد. لا استاذ انا ما بدي اقرا شيء، خلاص موافق على بياض. يعني معقوله اتدلل على هيك دور؟ عظيم كثير، بقدمك تاخذ منا على الدور يا استاذ سالم. لا سالم، بدك تراعي كثير الاستاذ ممدوح. يا سيدي صدقني ما رح اخذ شيء، وانا مستعد العب هالدور ببلاش حتى اثبت للناس بعد هالعمر اني ممثل ممتاز. ما في شيء اسمه ببلاش، بدك تشتغل بدك تاخذ حق تعبك. اصبح طالع لي هالعقد استاذ ممدوح، طالعه لك وانا مستعد وقع لك على بياض، وبعدين حطوا انتوا الرقم يلي بتلاقوه مناسب. يا سيدي الله يبارك فيك، تفضل سيدي. وهي نسخة على العقد. هنودة يا هنودة. اهلين سا
رسالة، طمني شو صار معك. باركيلي يا هند، باركيلي. اللهم اجعله خير، على شو بدي بارك لك؟ وقعت ومشي الحال. ما فهمت عليك، على شو وقعت؟ بتمسكي أعصابك إذا قلت لي؟ لك إيه بمسك. عادي لك عادي. يا ستي أخذت دور البطولة بمسلسل محمد الشامي. لا، عن جد عم تحكي؟ يعني بطولة بطولة ولا بطولة تانية ولا تالتة؟ بطولة مطلقة، عطوني دور المجاهد محمد الشامي بالذات. غريبة، والله ما عم صدق. ليش أنا اللي مصدق؟ عادي لك عادي. أنا مستغربة إنه هدول الشركة كيف بيغامروا وبيعطوك هيك بطولة؟ قلة نجوم بالبلد. ليكو تاني شو عم تحكي؟ ليش بني أنا؟ بشو زايدين عني هالنجوم يلي شايفينهم؟ كلياتهم بديو مثلي بعشرين وثلاثين مشهد، هيك لحتى إجت فرصتهم وصاروا النجوم. معلش يا سالم، خلينا نكون واقعيين شوي. يعني أنت صار عمرك 50 سنة ولحد هلأ شبه مغمور وما إلك شعبية. عدم المؤاخذة يعني الناس بالزور لحتى عم تعرفك، بقى شو اللي خلاهم يغامروا فيك ويعطوك هيك دور؟ هو الحق معك تسألي هيك سؤال، بس على قولهم أنا بشبه المجاهد محمد الشامي الأصلي كتير. آه هلأ فهمت. هلأ شبنا بهالحكي؟ يعني سواء كنت بشبه محمد الشامي ولا بشبه محمد علي كلاي، المهم أني أخذت فرصة عمري اللي عم بحلم فيها. فعلا يا سالم، هاي الفرصة فرصة عمرك وإجت لعندك برجليها، لذلك لازم تعرف كيف تستغلها وتلعبها صح. صدقيني رح ألعبها صح. طيب هلأ هيك كاتبين بالجريدة؟ هنيكم محطوط بآخر صفحة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لقوا غير هالممثل ليعطوه دوري؟ بالفعل هزلت يا أم سعاد، يعني كومبارس صغير بده يمثل دور المجاهد محمد الشامي عم بيقلبون على القصة يخرب بيتهم. ما بتعرف بابا، بجوز سالم أبو ريشة هذا اللي مو عاجبك ينجح بالدور أكتر من غيره. لا تنسى أنه بأمريكا بيجيبوا واحد من الشارع وبيعملوه نجم. ليش يعني مع النجوم رشيد عساف أو جمال سليمان أو سلوم حداد ما بينجح؟ بينجح، وستين بينجح كمان. بس هذا أكيد سالم أبو ريشة مع واسطة تقيلة أو حدا فرضه فرض من فوق على المسلسل، يا أما بيقرب المنتج مبين الشغلة مادة تفسير منوب. طيب ودوري أنا مين أخده؟ هلأ تركينا من دورك أم سعاد، لا تزعجينا عند المساء. إن شاء الله تأخذ دورك العفريت الزرق، مو مشكلة، لأنه أنا المجاهد محمد الشامي مو أنت. العمل هالحالة الكل بده يتفيا بظلي، وأنا مسلم قرعتي للشمس وعم ترقعني رقع وما حدا حاسس فيني. آخ يا ربي أظلني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. لا والله يا حبيبي، الأربعة الجاي ما بقدر، لأنه عندي 3 لقاءات صحفية. نعم كمان الخميس ما بقدر، ايه لانه عندي برنامج على الهواء، ايه اسمه حوار عن مكشوف في فضائية بوبي تيل. كمان ما بقدر يوم الجمعة، لا لانه عندي برنامج نجم على الهواء بفضائية MFN. طيب اسمع لك، انا حتى ريحك رح اطلب منك هالطلب، اكتب لي انت الاسئلة وبعث لي اياها بالفاكس. ما عندك فاكس؟ خلاص انحلت المشكلة تماما. ايه وانا لما بفضى بجاوبك عليها وبرجع ببعث لك اياها على الفاكس. منيح هيك؟ وهو كذلك. ايه لك حلال المشاكل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبا فيك، الله معك حبيبي، مع السلامه، الى اللقاء. اوف يا شو هالشغله هي، تاري النجوميه صعبه يا هالنوده. إيه هذا لسه ما انعرض المسلسل والصحافه لحقتني على الدعسه، بقى كيف لما بده ينعرض؟ أكيد رح انطوش طوش. انطوش حبيبي، انطوش انطوش، وإن شاء الله عمري أنا ما تفضلي. ليش منو أنا؟ منو أنا؟ ولك مين قليل الذوق اللي عم يرن لي وانا عم تابع مسلسلي؟ قالوا نعم. اهلين استاذ نبيل. ايه طبعا طبعا عم شوف الحلقه. الله يبارك فيك يا رب، او شكرا لجهودك الطيبه. اوكي استاذ، اوكي اوكي، بنحكي مع بعض بعد ما تخلص الحلقه. مع السلامه. الله معك، مع السلامه. هذا المخرج نبيل الفاعسي. شو بابا؟ كيف شفت الحلقة؟ ماشي ماشي حالة.
اعملي لنا كاسة شاي بابا. كأني شايفتك مو راضية. اي والله يا بنتي مو راضيان كثير. ليش بابا؟ لأنه في شغلات كثير مخربطين فيها. مثل شو يعني؟ يعني في واحد عاملينه بطل مع أنه غطى على قلبه لما سمع صوت رصاص، ولما فاق هرب من ساحة المعركة ورجليه بالهواء تخلي. ما بعرف ليش هيك عملوا. لا، وفي واحد مغوار وما بيهاب الموت وابن بلد، وهو اللي هاجم الدبابات وخلاها تنسحب قبل ما تفوت على الضيعة وتدمرها، ما جابوا ذكره منوب. يعني لو سألوني يا بابا كنت حكيت له كتير شغلات ما بيعرفوها. لك ليش هيك عملوا؟ شو كانوا بيخسروا؟ ما بتعرف بابا، بجوز دوروا على عنواننا وما لقوا. ولك بنتي لو بدهم ياني كانوا نكشوني نكش من تحت الارض، بس هن ما بدهم ياني. على كل حال كتر خيرهم اللي تذكروا يعملوا لي مسلسل، لانه بالنتيجه مالنا. جائزة شو؟ مكتوب هون انه فيلم محمد الشامي اخذ 4 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي، وهالجوائز على الاخراج والسيناريو والملابس، وسالم ابو ريشة اخذ جائزة احسن ممثل. شو ابو سعاد؟ مبين ما طلع لنا شيء. دخيلك، وشو بده يطلع لنا يعني؟ إيه على القليلة يقلعوا عيوننا بشقفة جائزة، لعما ضربن على هالشغلة. شو بكي ام سعاد؟ هاي الجوائز للفنانين بس، أنا فنان شي. بدك الصراحة بابا، أمي معها حق، يعني ليش متجاهلينك كل هالقد؟ أنا ما عم بعرف. لا دعوك على الندوة، ولا دعوك على حفل تكريم أسرة العمل، ولا في صحفي داس عبة بيتنا، بقى ليش كل هالتجاهل والتقصير؟ ما عم بعرف. بابا، إذا هنن ما عم يتذكروني يصطفلوا، شو يعني؟ روح أنا لعندهم وقل لهم ليكني أنا محمد الشامي المجاهد. بعدين انا ما حاربت ضد فرنسا مشان اتبروز واطلع على التلفزيونات وينحكى عني هون وهون. انا عملت واجبي بابا، عملت واجبي اتجاه وطني وبلدي، يعني ماني منيه على حدا. بقى يصطفلوا ان تذكروني او ان ما تذكروني ما بتفرق. بابا مو مكتوب ايمتى رح يعرضوا الفيلم عنا؟ بلا بابا، الافتتاح الخميس الجاي بصالة سينما الرازي. ايه يا اخي ابو سعاد، ما بدنا نحضر هالفيلم بمعيتك. ليش لا؟ بنحضره. امتى؟ امتى ما بنكون؟ اصبح اليوم المساء، بنروح على حفله الساعه 6، ماشي ابو سعاد؟ ماشي، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. يا اخي اللي بيحضر مع بطل الفيلم غير شكل. شو قصدك؟ مين بطل الفيلم؟ ايه انت سيدي، مين بده يكون لك؟ لا يا جماعه، غلطانين كثير. أنا مو بطل الفيلم، البطل هو سالم أبو ريشة، هو اللي جرت بالجبال والبراري، هو اللي أكل ورق الشجر لما جاع، هو اللي حارب المستعمر الفرنسي وتصاوب 4 مرات، وهو اللي خطف ضابط فرنسي وسحبه
من 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 قلب الحامي مثل ما بيسحب الشعرة من العجين. هو اللي انحكم بالإعدام حكم غيابي. هو اللي روع المستعمر الفرنسي مو أنا. هو البطل سالم أبو ريشي مو أنا. مو أنا. يا سلام، شي حلو كثير ما شاء الله. انتظروني هون حتى أدبر لكم محلات. إيه؟ نقيهم بالصف الأول ها؟ لا، شو الصف الأول، أنت الثاني. شو فايتين على المسرح؟ نحنا بالمسرح بيعدوا بالأول مشان يشوفوا، بس السينما لازم يقعد الواحد بالصف الآخراني بيشوف أحسن. أصبح نقيهم بالصف الأخير، ما مشكلة. طيب إن شاء الله إن شاء الله. شو أبو سعاد؟ حجزت لنا محلات؟ ما في محلات يا أبو مصطفى، ما في محلات. محل منوب، يبدو انه هذا الممثل مو بس لعب دوري، اخذ محلي كمان.